من تكرة مولد سمت الرضا إلى ولي شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى حضرة النبي المصطفى رسول الله صلى الله عليه وسلم وإلى أزواجه وأولاده وذريته. الفاتحة. الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. وإلى حضرة جميع الأنبياء والمرسلين والأولياء والشهداء والصالحين والصحابة والتابعين والعلماء العاملين والمصنفين المخلصين وجميع الملائكة المقربين وخصوصا سيدنا الشيخ عبد القادر الجيلاني وأصولهم وفروعهم وخصوصا إلى حضرة صاحب المولد سمت الدرار الحبيب علي بن محمد بن حسين الحبشي وأصولهم وفروعهم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، أشرف بدر في الكون أشرف، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد المصطفى الصادق المصدق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد أهل الورى منطقا وأصداق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد أفضل من بالتقى تحقق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد من بسخاء والوفاء تخلق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد واجمع من الشمل ما تفرق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد واصلح وسهل ما قد تعوق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد وافتح من الخير كل مغلق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد وآله ومن بالنبي تعلق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، صل على محمد وآله ومن للحبيب يعشق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد ومن بحبل النبي توثق، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل على محمد، يا ربي صل عليه وسلم، يا ربي صل صلي عليه.
الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر لك الله ما تقدم من ذنبك وما تأخر وما تأخر يتم نعمته عليك ويهديك صراطا مستقيما وينصرك الله نصرا عزيزا لقد جاءكم رسول من أنفسكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم صلى الله عليه فإن تولوا فقل حسبي الله لا إله إلا هو عليه توكلت وهو رب العرش العظيم صلى الله عليه إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى وسلم وبارك عليه وعلى آله بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله القوي سلطانه الواضح برهانه المبسوط في الوجود كرمه وإحسانه تعالى مجد وعظم شانه خلق الخلق لحكمة وطوى عليها علما وبسط لهم من فائد المنة ما جرت به في أقداره القسمة صلى الله عليه فأرسل إليهم أشرف خلقه وأجل عبيده رحمة تعلقت إرادته الأزلية بخلق هذا العبد المحبوب فانتشرت آثار شرفه في عوالم الشهادة والغيوم صلى الله عليه فما أجل هذا المن الذي تكرم بالمنان وما أعظم هذا الفضل الذي برز من حضرة الإنسان صورة كاملة ظهرت في هيكل محمود فتعطرت بوجودها أكناف الوجود وطرست برد العوالم بطراز تكريم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله تجلى الحق في عالم الكرسي الواسع تجلى قضى بانتشار فضله في القريب والشاسع له الحق الذي لا تنحشر أفراده بتعداد ولا يمل تكراره بكثرة ترداد حيث أبرز من عالم الإمكان صورة هذا الإنسان صلى الله عليه ليتشرف بوجود ثقلان وتنتشر أسراره في الأكوان فما من سر تصنع به قلب منيب
إلا من ثواب فضل الله على هذا الحبيب. يا لقلبي سروره قد توالى بحبيب عم الأنام نوالى. جل من شرف الوجود بنور غمر الكون بهجة وجمالا. صلى الله عليه قد ترقام في الحسن على مقام وتناهى في مجدي وتعالى. لاحظت العيون فيما استنت بشرا كاملا يزيخ الضلالا. وهو من فوق علم ما قد رأته رفعة في شؤونه وكمالا. فسبحان الذي أبرز من حضرة الامتنان ما يعجز عن وسم اللسان ويحار في تعقل معانيه الجنان. انتشر منه في عالم البطون والظهور ما ملأ الوجود الخلقي نور. فتبارك الله من إله كريم بشرتنا آياته في الذكر الحكيم. ببشارة لقد جاء رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. فمن فاجأته هذه البشارة وتلقاها بقلب سليم فقد هدي إلى صراط مستقيم. اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله. أدمي صلاة على الحبيب محمد فقبولها حتما بغير تردد. أعمالنا بين القبول وردها إلا الصلاة على الحبيب محمد. أدم الصلاة على الحبيب محمد فاقبلها حتما بغير تردد. الصلاة على الحبيب محمد.
زائر الروضة لا تنسى تبليغ سلام سلام للنبي القرشي العربي آتيها بي يا عيني. زائر الروضة لا تنسى تبليغ سلام سلام للنبي القرشي العربي آتيها
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له شهادة يعرض بها اللسان أما تضمنه الجنان من التصديق بها والإذعان تثبت بها في الصدور من الإيمان قاعده وتلو على أهل اليقين من سر ذلك الإذعان والتصديق شواهده وأشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وقرة عيوننا محمد العبد الصادق في قوله وفعله والمبلغ عن الله ما أمره بتبليغه لخلقه من فرده ونفله عبد أرسله الله للعالمين بشيرا ونذيرا فبلغ الرسالة وأدى الأمانة وهدى الله به من الأمة بشرا كثيرا فكان في ظلمة الجهل للمستبصرين سراجا وقمرا منيرا فما أعظمها من منة تكرم الله بها على البشر وما أوسعها من نعمة انتشر سرها في البحر والبر صلى الله عليه اللهم صل وسلم بأجل الصلوات وأجمعها وأزكى التحيات وأوسعها على هذا العبد الذي وفى بحق العبودية وبرز فيها في خلعة الكمال وقام بحق الربوبية في مواتن الخدمة لله وأقبل عليه غاية الإقبال صلى الله عليه صلاة يتسل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به صلاة يتصل بها روح المصلي عليه به فينبسط في قلبي نور سر تعلقي به وحبي ويكتب بها بعناية الله في حسبي وعلى آلي وصحبي الذين اتقوا صهوة المجد بقربي وتفيؤوني للشرف الأصلي بودي وحبي ما عطر الأكوان بنشر ذكراه ونسيه اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله خير البرايا يلي جئت بالحق رسول الهدايا يا حبيب القلب يا خير البرايا يلي جئت بالحق رسول الهدايا رسول الله يا حبيب الله يا رسول الله يا حبيب الله يا حبيب القلب الهدايا يوم الولادة كالبداية
رسول الهداية يا حبيب القلب يا رايا يا اللي جيت بيل رسول الهداية يا رسول الله يا رسول الله يا حبيب الله اعتجد يا طه بنور الهداية يا رسول الله يا رسول الله يا لي جيت بالحق رسول الهداية يا حبيب القلب يا لي جيت بالحق رسول الهداية يا رسول الله Oh,
التصوير في العالم المطلق الكبير عن جمال مشهود بالعين لباس الكمال المطلق والحسن التام والزين صلى الله عليه. فتنقل ذلك الجمال الميمون في الأصلاب الكريمة والبطون فما من صلب ضمة إلا وتمت عليه من الله النعمة فهو القمر التام الذي يتنقل في بروجه يتشرف به موطن استقراره وموطن خروجه صلى الله عليه. وقد قضت الأقدار الأزلية بما قضت وأظهرت من سر هذا النور ما أظهرت وخصصت به من خصصت فكان مستقره في الأسلاب الفخرة والأرحام الشريفة الطاهرة حتى برز في عالم الشهادة بشرا لا كالبشر صلى الله عليه. ونورا حير الأفكار ظهوره وبهر فتعلقت همة الراكم لهذه الحروف بأن يركم في هذا القرطاس ما هو لديه من عجائب ذلك النور معروف فإن كانت الألسن لا تفي بعش من شر أوصاف ذلك الموصوف تشويقا لسامع من خواص المؤمنين وترويحا للمتعلقين بهذا النور المبين وإلا فأنا طالب الأكلام عن شؤون خير الأنام ولكن هزني إلى تدوين ما حفظته
من سير أشرف المخلوقين وما أكرمه الله به في مولده من الفضل الذي عم العالمين الله علي. وبقيت رايته في الكون مشهورة على مر الأيام والشهور والسنين داعي التعلق بهذه الحضرة الكريمة ولاعج تشوقي إلى سمع الصافية العظيمة ولعل الله يرفع به المتكلم والسامي ولعل الله يرفع به المتكلم والسامي ولعل الله يرفع به المتكلم والسامي فيدخلان في شفاعة هذا النبي الشافي ويتروحان براح ذلك النعيم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة والتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله اللهم صل وسلم وبارك لي وعلى آله وقد آن للقلم أن يخط ما حركته فيه الأنامل مما استفاده الفهم من صفات هذا العبد المحبوب الكامل وشمائله التي هي أصل الشمائل وهنا حسن أن نثبت ما بلغ إلينا في شأن هذا الحبيب من أخبار وآثار صلى الله عليه ليتشرف بكتابته القلم والقرطاس وتتنزه في حدائقه الأسماء والأبصار فقد بلغنا في الأحاديث المشهورة أن أول شيء خلقه الله هو النور المضاف في هذه السورة نور هذا الحبيب أول مخلوق برز في العالم منه تفرع الوجود خلقا بعد خلق فيما حدث وما تقدم صلى الله عليه وقد أخرج عبد الرزاق بسنده عن جابر بن عبد الله الأنصاري رضي الله عنهما قال قلت يا رسول الله بأبي وأمي أخبرني أن أول شيء خلقه الله قبل الأشياء قال يا جابر إن الله خلق قبل الأشياء نور نبيك محمد صلى الله عليه وسلم من نوره وقد ورد من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم كنت أول النبيين في الخلق وآخرهم في البعث وقد عددت الروايات بأنه أول الخلق وجودا وأشرفهم مولودا صلى الله عليه ولما كانت السعادة الأبدية لها ملاحظة خفية اختصت من شاءت من البرية بكمال الخصوصية فاستودعت هذا النور المبين أسلب وبطون من شرفته من العالمين فتنقل هذا النور من صلب آدم ونوح وإبراهيم عليهم السلام حتى أوصلته يد العلم القديم إلى من خصصته بتكريم أبيه الكريم عبد الله بن عبد المطلب ذي القدر العظيم أمه الذي هي في المخاوف آمنة سيدة الكريمة آمنة فتلقاه سلب عبد الله فألقاه إلى بطنها صلى الله عليه فضمت وأنشوها بمعونة الله محافظة على حق هذه درة وصونها فحملته برعاية الله كما ورد عنها حملا خفيفا لا تجد له ثقلا ولا تشكو منه ألما ولا إلا صلى الله عليه حتى مر شهر بعد الشهر من حمله وقرب وقت بروزه إلى عالم الشهادة تنبسط على أهل هذا العالم فيضات فضلي وتنتشر فيه آثار مجري صميم اللهم صل وسلم أشرف الصلاة وتسليم على سيدنا ونبينا محمد الرؤوف الرحيم